أن الأسود العنسي رجل خرج في اليمن يدعي النبوة، وكان يسكن في اليمن أبو مسلم الخولاني، أسلم في حياة النبي ولم يرى النبي، من العلماء والعباد. قال الأسود لأبي مسلم: أتؤمن أني نبي؟ قال: لا والله. فأوقد نارا وأمر أن يلقى بها هذا التابعي الجليل العالم، فوثق بربه جل في علاه: إنها الثقة بالله. فألقي في النار وخرج منها لم تضره. تعجب الأسود العنسي، قال: أخرجوه، أخرجوه من اليمن. أدخل في النار وخرج منها ولم تضره. قال: أخرجوه. خاف أن يفسد الناس عليه. وصل الخبر إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب في المدينة. رحل أبو مسلم إلى المدينة وجاء إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد وصلى. فجاءه عمر، قال: من أين الرجل؟ قال: من بلاد اليمن. وصل الخبر إلى عمر عن هذه الحادثة، قال: ماذا فعل الأسود العنسي الكذاب مع الرجل الذي أحرقه؟ قال: نجاه الله. قال: من هو عمر؟ قال: اسمه عبد الله بن ثوب. عمر عنده فراسة، قال: أنشدك بالله، ألست ذلك الرجل؟ أنشدك بالله، ألست ذلك الرجل؟ قال: نعم. فقام عمر يقبله ويبكي، قال: الحمد لله. أخذ به وأجلسه بينه وبين الصديق، قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى في أمة محمد من فعل به كإبراهيم الخليل. إنها الثقة بالله. والله في حج هذا العام، في حج هذا العام، ونقلت على مواقع التواصل، رجل من مصر، رجل من مصر تجاوز 50 عاما، ضرير لا يرى، جاء في الحج ووقف عند الكعبة، قال: يا رب، انظر إلى الثقة، قال: يا رب، والله لن أخرج من البيت حتى أرى بيتك بعيني، والله لن أخرج من الكعبة حتى أراها. والله في موضع قدميه رأى الكعبة وأبصر. إنها الثقة بالله.